الشعب ده طول عمره من زمان قوي، من ايام عبد المنقلب ومحمد رشدي واحمد عدويه، طول عمره الفن الشعبي هيفضل شعبي. هيطور يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ والله الفن الشعبي الحاجات الحلوه هتعيش والحاجات الوحشه هتنتهي زي اي حاجه. الحاجات الكويسه هتعيش والحاجات الحلوه الحاجات الحلوه هتعيش والحاجات الوحشه هتنتهي. والله المهرجانات كويسه برضه وليها جمهور، بس كترت يعني بصراحه. يعني دلوقتي بقى كل اللي معاه 500 جنيه يعمل اغنيه ويقول لك ده مهرجان، انما بعد اوكا اورتيجا وشعت جريكا كان هي كانت خلاص على كده، انما بعد كده كويس زادت قوي يعني زاد على اللزوم. ان شاء الله انا عامل اغنيه جديده للصحفيين والاعلام وجديده يعني لسه هعملها امبارح ونزلت هي دلوقتي على النت. واحمد موسى زاحها في قناه صدى البلد. هي في الافلام، في الافلام كل افلام وحشه. انا عن نفسي مش راضي امثل في اي فيلم ما كانش على الاقل زي مواطن ومجبر حرامي مش هشتغل على الاقل. يعني احنا عايزين نقول حاجات ترضي الجمهور وترضي الناس ونوعي الشباب على الاغاني الحاجات الوحشه، والناس تمشي كويس وبطل السجاير وناس تبطل البنج وحشيش. احنا بنوعي الشباب، ده شغلتنا او مهمتنا، وهي مهمة الفنان ان هو لازم يوعي الجمهور ووعي الشباب على كل الحاجات الوحشة.